البشائر الثلاثة الأولى متى مرقس لوقا تقدم شخصية المسيح وعمله من الوجهة الخارجية الأرضية. واحد كتب عن متى كتب عن المسيح كملك، مرقس كتب عنه كعبد، لوقا كتب عنه كإنسان على التوالي متى مرقس لوقا، بينما يقدمه لنا يوحنا من الوجهة الداخلية. لا ده الله ظاهر في الجسد، ده الكلمة الذي اتحد بجسدا وحل بيننا. كويس؟ تمام؟ متى دي ده غرض الكتابة. خلاص؟ ايه الجهة اللي خاطبوها؟ متى خاطب التقرير بتاعه خاطب دي اليهود، مرقس خاطب الرومان، لوقا خاطب اليونانيين. عرفنا ازاي خاطب اليونان؟ ساوفيلوس، ساوفيلوس ده اسم يوناني مش كده؟ وروما مرقس روما لانه كان عايش في روما هناك خلاص، وهو ما طلعش منها الا لما راح اسكندريه. لما كتب الانجيل بتاعه كتبه وهو قاعد في روما. متى كتب لليهود؟ كويس؟ ويوحنا كتب للمؤمنين من كل فئات العالم. عرفنا ازاي ان يوحنا كتب للمؤمنين؟ انه اكتر واحد يجيب لك الحديث بين المسيح والتلاميذ بتوعه. كويس؟ يجيب لك الحديث عن اخر حديث للمسيح، ثلاث اصحاحات من يوحنا 14 لغايه 16 تكلمهم عن الروح القدس المعزز. ويوحنا 13 كان معاهم، ويوحنا 17 بيصلي لاجله. لاحظ من 13 ل 18 يجيب الاحاديث دي ما تلاقيهاش وبعدين الا في الانجيل. وثانيا الانجيل يوحنا اسلوب بتاعه روحي، اسلوب يعني صعب على المستمع الاول. ليه؟ لانه بيكلم ناس مسيحيين عارفين، ففي رموز كتير، النور والظلمه والحياه والموت حاجات كده. معناها المستمع ده كان شخص عارف. ما تلاقيش الاسلوب ده في باقي الروايات. عندنا يبقى عندنا انجيل واحد، يعني خبر صار واحد، لكن عندنا لهذا الخبر اربع تقارير لاربع جهات مختلفه. اوعى تقولوا عندنا اربع انجيل. من دلوقتي جيل واحد ساعات احنا السبب اللي بنبعد الناس عن المسيح ساعات. عندنا جيل واحد. انا مره واحد سالني سؤال ذكي، قال لي تشور عليا اقرا انهي واحد، انهي واحد افضل؟ صح. قال لي which is the best؟ واخدين بالكم؟ قلت له لا، انا قلت له اشكرك على السؤال ده بس تعال اشرح لك. بشر بالانجيل. فرحت قلت له اقراهم كلهم بيكملوا بعض، ابدا من ده وروح على الباقيين. هي المشكله في المشكله ان احنا بنبصلها من وجهه نظر اسلامي. يعني هي المشكله في الاخر مش مسيحيه خالص. يعني الحكايه انا عايز الانجيل اللي كتبه المسيح، مش عايز الانجيل اللي كتبه صح مرقس ولا المسيح كتبه. انا عايز الانجيل بتاع المسيح نزل على المسيح. الكلام ده اتقال لي كده من واحد صاحبي مسلم واستاذ جامعه على فكره. صح. قال لي يعني ولد ذكي جدا يعني ورائع، لكن للاسف يعني حاولت اشرح له فكره اربع كاميرات بالظبط من اربع زوايا، كاميرا من فوق، كاميرا من تحت، كاميرا من الشمال، عشان تشوف المشهد كله. ما ينفعش تشهد يعني تشوف من تو دايمنشن، لازم على الاقل 3 دايمنشن يعني ثلاث ابعاد، ويا ريت لو في دايمنشن رابع اللي هو الزمن تشوفه تحكم احسن يعني في الوقت ده. ومش الموضوع سهل، لكن هي المشكله ايه؟ ان هو اول ما تقول له انجيل يوحنا، لا انا عايز انجيل المسيح. انا ايه اللي يخليني امشي ورا يوحنا؟ هي المشكله ان في كونفيوجن، لان كلمه انجيل مش معروفه يعني. بالظبط. بس شكرا. ليه المسيح ما كتبش انجيل؟ لان هو محور، هو محور ما ينفعش يكتب عن نفسه، هو محور الرساله. اشكرك. الانجيل مش بس كلام المسيح، الانجيل كمان هو حياه المسيح. يعني هو في الصليب هيمسك ورقه وقلم يكتب زي دي، ايده متسمره.
الإنجيل هو حياة وتعاليم، ما تنساش الاثنين دول، حياة وتعاليم المسيح. هما فاكرين إنه الإنجيل هو تعاليم بس أو كلمات نزلت. بالظبط، المسيح هو حياة المسيح، ترك لنا مثالا نتبع خطواته. بالظبط، أشكرك. كويس، فيبقى ما ينفعش إن هو يكتب، هو عليه يعيش الحياة والناس هي اللي تكتب، الحواريين هما اللي يكتبوا. خلاص، ولأنه المسيح شخصيته يعني عظيمة جدا، ما تقدرش أنت تحسمها من وجهة نظر واحدة. كويس، أنت لازم إن أنت تبين كمالات شخصية المسيح، إن هو ملك، مش بس ملك بس، ده كمان عبد، مش بس عبد بس، ده كمان إنسان، مش بس إنسان بس، ده هو الله الظاهر في الجسد. كويس، عشان تاخد فكرة كاملة لازم تقراهم كلهم، فأنت ابدأ بده وكلهم هيكملوا بعض. وحتى بعد ما تقراهم كلهم مش ممكن تديك فكرة كاملة عنهم، لأن الله غير محدود. احنا هنعرف معرفة جزئية، مش ممكن هتفهم حتى لو قريتهم كويس قوي وقريت كل التفاسير اللي في العالم، مش ممكن هتاخد، لأنك انت محدود في الآخر، لكن الله غير محدود. بالظبط، هتعرف المعرفة اللي انت محتاج لها. انا عايز اقول لكم، الله بيكتب في الكتاب المقدس اللي احنا محتاجينه، اللي احنا مش محتاجينه ما اتكتبش. لانه انت مش محتاج ده، كنت بتكتبه بس. بالظبط، ده كافي ان انت تؤمن، دي ادله كافيه. انا عايز اقول لك، اي حاجه ضروريه او مهمه ربنا كتبها، ولو مش ضروريه ومش مهمه ثق تماما انه لو كانت ضروريه ومهمه كان كتبها. فيبقى اي حاجه مش مكتوبه معناها مش ضروريه ومش مهمه لتكوين عقيده او لتكوين سلوك معين، والا يكون والله نسي او يكون كلامه ناقص. لكن في رساله تيموثاوس الثانيه بيقول كل الكتاب موحى به من الله ونافع للتعليم والتقويم والتاديب لكي يكون انسان الله ماله كاملا متاهبا لكل عمل صالح. الكتاب ده قادر ان يوصلك للكمال، يبقى انا مش محتاج معاه اي كتب اضافيه. طيب، كيف تفسر مرقس 13:32؟ دي اللي هي اللي احنا قريناها. كويس، واما ذلك اليوم وتلك الساعه فلا يعلم بهم احد، ولا الملائكه الذين في السماء ولا الابن الا الاب. اشكرك. مرقس 13 عدد كم؟ 34. هي هو تصريح إعلانه عن هذه الرأي. يعني هو هو لا يمتلك هذه الحرية أن يعطيك هذه المعلومة. أيوة بس كده. يعني إيه؟ لما تسأل مدرس السؤال ده جاي في الامتحان وهو المدرس ده حط الامتحان، يقول لك لا انا ما اعرفش. قال لك ما اعرفش. ما اعرفش ليه؟ لا هو انا لا امتلك هذه المعرفه اللي اديها لك. انا عارف اللي جاي في الامتحان بس انا لا استطيع ان اعطيك هذه المعرفه. اشكرك. هو ما عندوش التصريح لسه انه يدي. لا، ما هو الله يا جماعه. ما هي دي الفكره، هو الله. هو الله. هو عارف. ازاي الله ما عندوش التصريح؟ هو مستني التصريح من مين؟ لا، ما هي كده. انا اعتبروني النهارده انا واحد مش مسيحي او انا شجاع، بسال اهو لا يعلم بها احد ولا الملائكه ولا الابن. هل المقصود بها وبعدين قال لك الابن ولا الابن كان بالالف لام كانسان مش كده؟ بصوا خلونا المشاكل اللي زي دي، خلاص خلونا نتفق على حاجه. خلاص، زي ابي اعظم مني كانسان، واثبتناها كانسان من فين؟ من القرين، قال انا ذاهب. صح؟ في ايات تتكلم عن المسيح كانسان، وفي ايات تتكلم عن المسيح كالله الظاهر في الجسد. خلاص، اللاهوت بتاعه. فالمسيح عنده من هنا الاباء القديسين قال لك عنده طبيعتين، لانه شافوا دي وشافوا دي. مثال اديكم، مثال صارخ، مسيح نايم في المركب، صح؟ قال الله ينام؟ لا. مين النايم؟ الجسد. نفس الشخص النايم ده نفسه، هو وقف وظهر الريح والعاصفة والمطر وسكت كل ده، هو
الشخص النايم. هنا بقى اللاهوت. حتى هم قالوا من هو هذا حتى ان الرياح والبحر تطيعانه. من هو؟ في واحد مطلع نبذه كده مسميها كده من هو هذا؟ عايز اقول لك انه اهو ده هنا مثال واضح للطبيعتين. طيب فيبقى في ايات تتكلم عن المسيح كانسان وايات تتكلم عن المسيح كاله او كالله ظهر في الجسد. تمام؟ طيب وكل الاسئله اللي بيسالوها الناس عباره عن تكرار. عباره عن تكرار. فده تكرار لابي اعظم. ازاي تثبت انه هو كان هنا بيتكلم كانسان؟ في تكرار كتير. بصراحه عشان الوقت القرينه مش هتساعدك. السماء والارض تزولان وكلامي لا يزول. انظروا اسهروا وصلوا لانكم لا تعلمون متى يكون الوقت. كانما انسان مسافر ترك بيته على تعبيده وسلطانه في الواحد عمله واوصى الرب البواب ان يسهر اسهروا. يعني ما حلتش الموضوع كتير. ايه رايك؟ يكون ربكم في شتاء ولا في صيف يعني مش محدد قوي. ايوه يعني يكون في شتاء ولا في صيف. وبعدين لم تقصر هذه الايام يعني فيها تقصر وفيها لا. يعني ما كانش في تحديد واضح قوي ليوم السبت. طب في حاجه كنتوا عايزين تقولوها من رؤيه؟ من رؤيه واحد بيقول اعلان المسيح. ايوه الذي اعطاه اياها الله ليري عبيده. يعني لما انتصر في الصليب واكمل العمل. في رؤيه واحد كان واحد وصعد الى السماء وبقى هو راس الكنيسه في السماء. والله اعطاه اللي هي الريفيليشن هنا الابوكاليبس كشف. الله اعطاه الذي اعطاه اياه الله. فهنا الله الآب أعطى الله الإب الريفيليشن أو الأبوكاليبس كشف على كله. وبعدين طب وهو لوحده ما يعرفش؟ ما هي دي السؤال. هو لوحده ما هنا بقى لاهوته بقى. هنا بنتكلم عن اللاهوت. يعني في اللاهوت هو يعلم. في اللاهوت هو يعلم. فهو يعني هي دي المشكلة. طب هل اللاهوت انفصل عن اللاهوت؟ ولا لحظة ولا طرف عين. طيب ماشي. طيب ليه مش عارف؟ ما هي دي الفكرة. وهنا يقول لك الله أعطاه. بص أنا عايز أقول لك لما يقول لك أعطاه معناه هو ما عندوش. لما يقول لك أعطاه معناه هو ما عندوش. كل الذين قبلوه أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله. يصيروا أولاد الله المؤمنون بإسمه. يعني يسوع وهو على الارض ما حكاش ولا حاجه على سفر الرؤيا. ما ده هي بس. لكن في بعد ما صعد الى السماء الكشف ده اداهوله الله الاب وهو اداله حاجه. طيب بصوا انا عايز اقول لكم انه يعني المشكله انه هو الله فازاي ما يعرفش وازاي يعطى؟ ما زي ما قال عادل. ايه؟ ان هو لا يمتلك. لا ان هو مش ده وقته يقول له. مش الوقت. ده مش الوقت. بس هو اللي حط. هو كان قلبه يقول ده مش الوقت. هو هيقول لك كده. ده كان قلبه ما يقولش. انتوا بتقولوا فسر حرفيا. وتيجوا هنا تقولوا لا هو ابن عموما يعني بالالف واللام طبعا هي بتشير للرب يسوع. ممكن تعرفها ان هي بتشير للانسان عموما برضه. يعني واحده من ضمن تحمل الانسان. يعني عايز اقول ما فيش انسان عنده الاجابه دي. طيب بص في كام نوع من البنوه؟ نوعين. ثلاثه في البنوه. في اول نوع من البنوه بنوه بالخليقه اللي هي كل المخلوقات العاقله دول ابناء الله. كويس. يقول لك يا رب انت ابونا. خلاص؟ ويقول لك مثلا في لوقا 3 ادم ابن الله. بعد ما يرجع نسب المسيح لادم يقول لك وادم ابن الله. فابناء الله بالخليقه. كويس. ده اول نوع. ثانيا اللي هو يشمل كل الكائنات العاقله الملائكه والبشر وكده. احنا كل الناس ابناء الله بالخليقه.
النوع الثاني البنوة بالتبني. يعني حاجة ما كانش عندك بس انت خدتها. النوع الثالث بنوة بالطبيعة. يعني ايه بنوة بالطبيعة؟ يعني نفس الطبيعة. يعني ابن الانسان انسان. من ابن يعني من نفس الطبيعة. ابن الانسان ليه طبيعة الانسان. ابن الطير ليه طبيعة الطير. ابن الحيوان ليه طبيعة الحيوانية. ابن الله اله. من نفس بالظبط من نفس طبيعة الله. وده اللي اتقال في قانون الإيمان مساوي للآب في الجوهر بس واحد. دي معنى البنوة خلاص. طيب المسيح هو ابن الله بالطبيعة. عشان يوحنا أو الكتاب يفرق لنا بين نوع البنوة دي وأنواع البنوات الثانية، يا إما يقول لك ابن الله الوحيد، حط لك كلمة الوحيد، أو يعرف ابن بالألف واللام، يقول لك الابن عشان يفصله من باقي أنواع البنوة خلاص. طيب هنا ولا الابن كويس، بس لأنه الابن ده مش منفصل عن اللاهوت فينفع إنه يقول كده خلاص، لأنه هو مش منفصل عن الناسوت بتاعه. أول حاجة تعملها لما يجيب لك آية زي دي، أنا ليه جبت لكم السؤال ده؟ أنا بعد ما شرحت روايات الإنجيل ليه جبته؟ عشان ليه علاقة بالروايات. تمام؟ افتح متى 24:36. متى وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد ولا ملائكة السماوات إلا أبي وحده. أما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بها أحد ولا ملائكة السماوات إلا أبي وحده. إيه الاختلاف؟ إيه الاختلاف؟ أشكرك. كلمة ولا الابن مش موجودة إلا الابن. كلمة ولا الابن مش موجودة. طب ليه؟ احنا قلنا بيكتبوا بحسب غرض الكتابة صح؟ يبقى عشان كده انا جبت لكم السؤال ده هنا. انا بدي مثل عشان اوضح الكلام اللي انا شرحته خلاص؟ ما انت كتب لليهود عايز يشرح لهم المسيح كايه؟ ملك. كملك شخص جاي دين، ازاي ما يكونش عارف الساعة؟ دي الروح القدس قال له ما تكتبهاش، دي لا تتناسب مع الغرض بتاعي. طب يعني معنى كده المسيح عارف بقى. بالظبط. المسيح عارف. في مرقس بيكتب عن المسيح كايه؟ قبل انسان. ك؟ عبد. يوحنا 15:15. العبد لا يعلم ما يعمل صاحبه. ده تعريف العبد في الكتاب. قال لا أسميكم عبيد بل أحباء لأن العبد لا يعلم ما يعمل صاحبه. بيكتب عن المسيح كعبد، روح القدس قال له اكتب دي. المسيح قالها ما نختلفش، المسيح قالها، بس دي تتناسب معه كعبد، قالها كعبد. كملك لا تتناسب، ما يحطهاش. كإنسان يعني. بالظبط. يعني ما سقطتش سهو. لا ما سقطتش سهو. نجح. يعني قصد. من الاثنين نعرف ان هو بينفي المعرفة عن الإنسان ويرجع على الله، صح؟ صح، كعبد، احنا اتفقنا كعبد. تمام؟ احنا جبنا كام آية؟ متى؟ دلوقتي يوحنا. وناخد الآية الثالثة عشان يقول لك الخيط المسيوس لا ينقطع. فيليبي 2:6-7 فليكن فيكم هذا الفكر الذي كان في المسيح يسوع أيضا الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب نفسه خلصة أن يكون معادلا لله لكنه عمل إيه؟ أخلى نفسه. أخلى نفسه. يعني إيه أخلى نفسه؟ في حد يعرف أصل اللغة؟ نازل عن امتيازات لاهوته، خلع المجد بتاعه
الله لا احد يستطيع ان يراه. هو اتنازل عن الامتيازات دي، اتنازل عن المجد بتاعه، كويس؟ اخلى نفسه اخذا صورة عبد. يبقى العبد ما عندوش امتيازات اللاهوت، فهو كعبد اخلى نفسه، مش هيستخدم معرفته الغير محدودة في انه يوريهم هذا اليوم وتلك الساعة. تمام؟ تمام؟ يبقى يعني هو في الحالة دي ما يعرفش لا اليوم ولا الساعة. هو هنا بيتكلم كعبد اتنازل عن مش هيستخدم امتيازات لاهوت. هو عشان يعرفها لازم يستخدم لاهوت. بالظبط، هو مش عايز يستخدم لاهوت. ليه؟ لانه هو جاي كعبد ولا عايز يورعكم ولا عايز يعرفكم، لان قال لهم ليس لكم ان تعلموا الازمنة والاوقات الا جعلها الاب سلطان. ما هم لما زنوا عليه راح قال لهم كده. لما زنوا عليه في اعمال واحد واحد زنوا عليه قالوا له طيب متى ترجع، زنوا عليه فراح قال لهم بصوا دي كده. بالظبط. فهو المسيح بيجي ساعات بيخفي الملك بتاعه، ساعات ما بيستخدمش الامتيازات بتاعته. عندنا أمثلة صارخة في بستان جثيماني، يقول لك ظهر له ملاك ليقوي. دي مشكلة، دي مشكلة. هو الله. دي مشكلة. مسكين علينا كويس. مش هتفهمها إلا في ضوء التفسير اللي أنا قلته ده دلوقتي. اللاهوت مش هيساعده، مش هيخفف عنه الآلام. اللاهوت طرقه. واحد يقول طب ما اللاهوت كويس. لا، تركوا يتحمل الالم، مش تركوا يعني بينفصل عنه، ما فارقه. خلاه يعني في الوقت ده تنصب عليه كل الله وغضب الله نفسه. بحيث انه في الثلاث ساعات دول انه مش هيساعده، مش هيديله اي صبر، هيشيل الشيله كلها في خلال ثلاث ساعات، لان هو غير محدود هيدفع الثمن للخليقه كلها. المعيه معناها المساعده، الترك معناها عدم المساعده. هو في حاجه ثانيه، ان المسيح لو استخدم لاهوته ما بقاش هو الذبيحه المصطفى خالص، ولا ينفع ينوب عنك. بالظبط كده، لانه لازم ياخد كل ضعف الانسان علشان يقبل كذبيحه. لو هو كامل وليس في استطاعته الخطا، وان لان اللاهوت لا يخطئ، لو هو كامل في ملء لاهوته وما فيهوش الضعف الانساني، المسيح جاع، المسيح تعب، المسيح اكتئب، المسيح عشان يكون مثال لينا. بالظبط كده، اشكرك. فلو هو خد اللاهوت مش هيبقى فيه ضعف انساني، وبالتالي ده ما يمثلش على البشر، لا يصلح كذبيحه، لا يصلح كذبيحه، لا يصلح كمثل. واللاهوت اذا كان ساعده يعني خفف عنه الالام، ده هو جاي عشان يحتمل الالام بتاعتك، فاذا هو ما احتملهاش معناها ساب لك الالام انت تحتملها. عشان كده قلنا رفض الخمر الممزوج بمر، فاكرين؟ ليه رفض الخمر؟ لانه كان ليها مفعول مخدر. بالظبط، كله السياق ماشي مع بعض. شايفين السياق ماشي ازاي؟ شايفين الدنيا ماشي ازاي؟ لما تفهم صح تعرف تجاوب. يعني هو تألم كإنسان ولم يتألم كإله. اللاهوت منزه عن الألم. أيوة، اللاهوت منزه عن الألم. زي أنا جبت مثلا سيف ده، تخيلوا مثلا دي سكينة، وأنا سخنتها في النار لغاية ما بيها لونها أحمر، كويس؟ فأنا لو لمست كده أي حاجة بيها تحرقها، مش كده؟ لأنه خلاص بقت في اتحاد لطبيعتين، النار والحديد. فهي بقت النار لوحدها ما تكسرش والحديد ما يحرقش، بس دي فيها الطبيعتين، تحرق وتكسر. طب انا جبت دي وهي سخنه كده لونها احمر، وقعدت اخبط فيها بالشاكوش، مين اللي هيتاثر؟ الحديد بس. الحديد النار لا تتاثر بالطرق. اللاهوت منزه عن الالم. كويس، المسيح تحمل الالم بجهازه العصبي، وده الجسد. عشان كده بطرس يقول لك الذي حمل خطايانا في جسده، في الرسالة
رسالة بطرس. وده اللي بيخلي المسيح حاجة فريدة جدا، لأن هو إيه؟ طبيعتين كاملين مع بعض، زي تابوت العهد. ذهب وخشب. مع بعض. 100% ذهب و100% خشب. اتنين مع بعض. أشكرك. المشكلة إن الناس بتفتكر إن لاهوته 50% و50%. لا. لا، هي 100% إنسان يشعر بكل مشاعر الإنسان، بكل آلامه، بكل و100% يعني. مش 99، 100%. أشكرك. وعايز اقول لكم انه المسيح فيه روح انسانيه، لانه هو انسان كامل واله كامل زي ما قال عادل. هو انسان كامل فعنده جسد انسان، نفس انسان، روح انسان. الجسد بتاع الانسان هو اللي اتصلب وتحمل الالم. النفس هي اللي قال نفسي حزينه حتى الموت، النفس انسانيه. والروح روح انسانيه، هي دي اللي فارقت الجسد لما قال يا أبتاء بين يديك أستودع روحي. كويس؟ فهنا حتى لما روحه فارقت الجسد، اللاهوت لازال حال حتى في الجسد الميت. اللاهوت المسيح لم يفارق الناسوت. حتى لما المسيح مات نزلوه من الصليب كده، اللاهوت حال في الجسد الميت. دخلوا القبر، اللاهوت حال في الجسد الميت. هو أقام. عشان كده أقاموا. أشكرك. والمسيح لما قام، كويس، اخترق الجسد بتاعه، اخترق الأكفان. عشان كده الصورة انطبعت، وعشان كده قدر يخترق الحيطان، دخل للتلاميذ والعليا أبوابها مغلقة. كويس. والدليل الثاني إنه اللاهوت لم يفارقوا، إنه لما المريمات مشيوا وراه في الدفن، راح نيقوديموس ويوسف قال لهم يلا السبت يدنه، راح قالوا له اعذرنا نحن نتبع جسد الرب. نحن نتبع جسد الرب. ده وحي. كويس. فلما اقول لك جسد الرب معناه لسه اللاهوت حالي فيه. رؤية واحد عايز اقول لكم اعلان يسوع المسيح الذي اعطاه اياه الله. كويس. انه لازم نعرف انه في فرق بين يسوع المسيح والمسيح يسوع. خلوا بالكم ليها، دي عايزة ملاحظة. يسوع المسيح ده لقبه بالجسد. المسيح يسوع ده لقبه بعد القيامة. يسوع ده اسمه الانساني. يسوع المسيح يعني كان في مسحاء كتار. يسوع ده اسمه، قال الملاك قال كده لمريم، قال لها يدعى اسمه يسوع لانه يخلص شعبه من خطاه. ده اسمه كانسان. بس يسوع المسيح ده اسمه. كويس. بي لما كان في حياته في الجسد. خلاص. المسيح يسوع ده اسمه بعد القيامه. عشان كده يقول لك لا تدينون الان على الذين هم في المسيح يسوع. صح. بس لا دينا على الذين في المسيح يسوع. إن كان أحد في المسيح فهو خليقة. شايف وهكذا. كويس. فخلوا بالكم، هو الوحيد اللي عرف بألف ولام المسيح، لأن كان في مسحاق كتار في العهد القديم، لكن الوحيد اللي عرف بألف ولام المسيح يسوع. فهنا إعلان يسوع المسيح يعني الذي أعطاه. كويس. فهنا ده معناه إن هو خد الإعلان ده. كويس. في الناسوت بتاعه، لكن جه الوقت ان هو يدي الاعلان ده ليوحنا. الحاجات دي انا عايز اقول لكم في حاجات كتيره، بقول لكم ما تاخدوش حاجه كمسلمات. المعرفه تزداد. بس كل ما تزداد المعرفه، كويس، هتلاقي انك انت ابتديت تفهم اكتر، ابتديت تبص وتقارن وكده، وفي حاجات اول مره makes sense. اوكي. طيب يبقى عرفنا الرد بتاع مرقس، وكان بيتكلم كانسان خصوصا كعبد، والعبد لا يعلم ماذا يعمل سيده. العبد المسيح اخذ صوره عبد، يعني اخلى نفسه، يعني اتنازل عن امتيازات اللاهوت بتاعته، ما استخدمهاش، ودي مش موجوده في متى، ولا الابن مش موجود. أمين؟ يا رب أشكرك لأنه أنت النهاردة يا رب كلمت بينا، كلمتك فعلا يا رب، كلمتك
فتح الحين الحزام فتح زي ما هو يفهم. يا رب ساعدنا يا رب، احنا فعلا نحب كلامك يا رب، نحب وصاياك نحفظها. انت قلت كده الذي يحبني يحفظ وصاياي. يا رب فكرنا يا رب انه موقفنا من كلامك هو موقفنا منك انت شخصيا. يا رب احنا عايزين النهارده ناخد موقف ان احنا ما نبنيش حياتنا، ما نبنيش البيت بتاعنا على كلام الناس، على ما قاله الناس وعلى تفاسير الناس، لكن على كلامك بس. يا رب يا رب احنا عايزين نمشي وراك، احنا انتمائنا الاول والاخير ليك انت مش لطوائفنا. يا رب احنا فعلا عايزين النهارده يا رب ننكر نفسينا يا رب، ونمشي وراك ورا كلامك كل يوم. يا رب ما تسمحش انه احنا نظل اطفال. يا رب خلينا نكون رجال في الايمان. يا رب ساعدنا النهارده فعلا انه نطيعك اكثر من الناس، ونمشي ورا كلمتك مهما كان الاضطهاد اللي هيجينا من وراها، لانه انت قلت كده طوبى لكم اذا طردوكم وعيروكم وقالوا عنكم كل كلمه رديئه لابي كاذبين. يا رب انت فكرتنا وقلت لنا انه من استحى بي وبكلامي هكذا يستحي به ابن الانسان. يا رب ما تخليناش نستحي من كلامك. يا رب علمنا انه فعلا نكون زي ما قال بولس التلميذ تيموثاوس مفصلا كلمه الحق باستقامه. يا رب ما تخليناش ننحاز لاهوائنا ولايمانياتنا، لكن نمشي ورا كلمتك. يا رب ساعدنا من فضلك، يا رب ساعدنا. اشكرك 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 لاجل كلمتك العظيمه الواضحه. لك الكرامه والمجد والان والابد.